لكم يا أحلى ناس، ورمضان كريم عليكم. إن شاء الله اليوم يكون هذا البرنامج حلو ومفيد لكم. اليوم حنعمل سهرة مع عائلة محبوبة ومشهورة، احذروا من هي؟ عائلة دار عمو خالد مقداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كل عام وأنتم بخير أيتها الحلوات، وربنا يتقبل منا ومنكم الطاعات، منا ومنكم ومن المتابعين والمشاهدين اللي اليوم موجودين وسهرانين مع مين؟ جوان وليليان وبابا. يا أهلا وسهلا فيكم، مبارك عليكم الشهر، مبارك على المتابعين الرائعين اللي قاعدين يتابعونا من كل مكان، حياكم الله جميعا في هذه السهرة، أول سهراتنا في هذا الشهر الفضيل. كم سهرة عنا؟ أربعة. إحنا عنا برمضان سبع، عنا أربع أسابيع، وكل أسبوع في ثلاثاء واحد، كل ثلاثاء عنا زي هيك بث مباشر. عن جد؟ آه. مع مين حتكون الليلة سهرتنا الجميلة؟ مع عائلة دار عمو خالد مقداد. عمو خالد مقداد الجميل اللطيف هو وأبنائه، طبعا اسمحوا لي عشان أنا كمان أتابع البث، يعني نكون موجودين أقل ما فيها، نعرف شو قاعد بصير. ما شاء الله التعليقات والناس المتابعين الموجودين معاكم، حياكم الله جميعا. جوان وليليان، كيف رمضان معكم؟ حلو كثير. ناقصكم. ناقص مين؟ من المتابعين يكونوا معنا. وين يجوا بابا؟ يجوا وين فطرهم بابا كتار؟ الله يحييكم يا رب. يا مرحب، أهلا وسهلا فيكم جميعا. إذا الليلة إن شاء الله حتكون سهرة جميلة خفيفة لطيفة، كل ثلاثاء بنطلع معاكم مع الحلوين، من دردش، من جيب عائلة ممتازة مثل عائلة عمو خالد مقداد، العائلة الرائعة اللي احنا بنحبها. نشوف كيف طقوس رمضان معاهم، شو بيعملوا، كيف لياليهم، شو استعداداتهم، شو عملوا. جوان وليليان محضرين مجموعة أسئلة. تعرفوا طيب بابا هيك تكملوا بدون أسئلة؟ يعني لا بابا لا. ليش بابا؟ عادي، جربوا جربوا. لا ما بنقدر. جربوا يعني... بابا جربوا بدون أسئلة. خلوني أنا بسأل أسئلة، شو رأيكم؟ لا طبعا. طيب إن شاء الله لما يكونوا معانا بإذن الله عمو خالد وأبنائه، محضرين لكم مجموعة من الأسئلة بإذن الله تعالى. لولو جوجو، رمضان هذا العام، اولا الجو شتاء فبصير اسهل على الصيام وبتقل ساعات الصيام، واحنا صرنا اكبر فمتعودين على الصيام اكثر وبنقدر ان نضل صايمين. جوان انه هذا الشهر صارت فرح كبرانه، وصرنا نشوفها وهي تاكل الجهوه بزياده، بتاكل قدامكم انتم يا مساكين عاديين بتفرجوا عليها. والله بتحزنوا انتم يا بابا، بتحزنوا وانتم عم تفرجوا على فرح وهي عم تاكل وانتم بس ايش متفرجين. طيب فارس برضه هو كمان بحكي لنا طعم المي زاكي. الله صار زاكي اول ما شربها المي زاكي. طيب بابا كيف عم بتنسقوا ما بين دوامكم صيامكم وقناتكم؟ احكي انا؟ تفضلي. هلا احنا دوامنا مدته قليله، قللوه بشهر رمضان، عادي دوام الصبح فبنستغل اوقاتنا، نرجع مدرسة ساعة، والقناة مو كل يوم، احنا مش مرتبطين يعني عادي ايش عفوي. وبرضو احنا عاملين جدول مرتبين في وقتنا يعني ايش بدنا نعمل. طيب وكيف عاملين عشان القناة؟ ايش بتصوروا؟ معلومات. وهيك عملنا لكم هالمرة هيك ايش جديد، عملنا لكم سلسلة ربحان وسهران، وان شاء الله رمضان الجاي بكون اشياء جديدة ومفاجآت بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى. طيب يا جوجو، اليوم احنا بسهرتنا معانا ضيوف، قلنا على رأسهم عائلة عمو خالد مقداد، وبعد ذلك ان شاء الله حيكون معانا برضو مين بالسهرة؟ عمو مراد شريف. عمو مراد شريف ضيفنا الجميل بإذن الله تعالى. احنا ان شاء الله حنستقبلهم الآن، عائلة عمو خالد مقداد عم بيجهزوا حالهم برتبوا أمورهم حتى يكونوا معانا يا جوان ويا ليليان. ولكن أنا حابب برضو أتوجه بالشكر للمتابعين الرائعين اللي قاعدين بيتابعونا، منقولكم انه هذه الاوقات هي اوقات ضروري تستثمروها بالطاعات والعبادات والمسابقه والخير. والرساله الاهم في هذا رمضان نقطتين كنا حكيين فيهم مره من المرات مع جوان وليليان. النقطه الاولى انه ايش يا بابا؟ انه نحمد ربنا انه وصلنا لهذا الشهر، صح؟ ونحمد الله على النعمه، لانه في ناس مو لاقين هاي النعمه وبيجوعوا اكثر ليالي من اللي احنا بنجوعها. يا سلام، نحس فيهم، بنحس بالفقراء، بنحس بالمحتاجين كيف عم يتعبوا، وبحسوا مع ذلك بابا هذا لأنه فرض ربنا، فإحنا بنحمد ربنا إنه وصلنا لهذا الشهر حتى نبدأ بالصوم. والنقطة الثانية بنحمد ربنا إنه عم بيعيننا على الصيام، إنه إحنا بنقدر نصوم. في كتير ناس بابا لأسباب معينة، تعب، مرض، ما عم بيقدر يصوموا، فالحمد لله. تمام؟ تمام.
ما حنطول عليكم في المقدمات، احنا ان شاء الله الان مستعدين حتى نستقبل عائلة عمو خالد مقداد وكذلك الابناء الراعين الموجودين معاه، ولكن عندنا فاصل، نطلع فاصل وتكونوا موجودين معنا، يلا خلونا نشوف البسمات بدنا الكل فرحات سهران مع عجوان وليليان. اذا كنت بتحلم تشتري ارض لتحكي لاولادك هذه ارضنا، أكيد حلمك راح يتحقق مع شركة تلال عمان العقارية، ضمن مشاريعها المتعددة والمتنوعة، ضمن مواصفات وميزات عديدة، منها السعر المميز بالإضافة لتوفر جميع الخدمات العامة والإطلالة المميزة والخلابة لمشاريعنا، بالإضافة لتوفر جميع الخدمات من شوارع وماء وكهرباء، أيضا تصلح لبناء بيت العمر أو الاستثمار. شركة تلال عمان العقارية، فرص استثمارية حقيقية. للتواصل والاستفسار 0799 0499 79. خلونا نشوف البسمات بدنا الكل فرحات سهران مع عجوان وليليان. ورجعنا لكم من جديد من بعد الفاصل. طبعا من وجه تحية لشركة تلال عمان عقارية الراعي الرسمي لهذا البرنامج، نوجه لهم أحلى تحية، الله يعطيهم ألف عافية. ومعنا الآن على الهواء مباشرة عائلة عمو خالد مقداد. يا أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا فيكم، كل عام وأنتم بخير يا أبا الوليد، أنت وجاد وإياد. تحياتي، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. الله يحفظكم يا رب يبارك فيكم. كيفكم يا شباب؟ جاد وإياد كيفكم؟ علينا وعليكم يا رب، الله يبارك يا رب ويسعدكم. إجوان وليليان محضرين لكم مجموعة من الأسئلة والاستفسارات، أخذوه جزء منها من الجمهور والجزء الآخر هم حبوا يسألوكم إياها عن رمضان. الآن مع مين نبدأ؟ إجوان. إجوان يلا رحبي بابا وتفضلي. إيش أهلا وسهلا فيكم، عندي أكثر من سؤال. أول سؤال، إيش برنامجكم العبادي اللي مجهزينه لشهر رمضان المبارك؟ طبعا هو معكم برنامجكم العبادي، يعني اليوم برنامجكم العبادي اللي هو مثلا بالترتيب من الصبح ولا هيك ولا هو عشوائي؟ براحتهم براحتهم. ايش برنامجكم العبادي؟ انتوا بتعبدوا الله برمضان. في هذا القران ما شاء الله. شو كمان؟ انت هون سيد اياد اوكي. قراءة القرآن قال لك ويحافظ على الصلوات، صلوا صحيح وعلى ذلك. اوكي. وكذلك تفضل سيد اياد. بسم الله. كانت ليليان بدها تسأل عن ايش؟ اي جزء بتحفظه؟ ما شاء الله ما شاء الله. جوجو كنت بدك تسألي عن التراويح؟ تفضلي. هل بتروحوا بتصلوا صلاة التراويح؟ كيف يكون شعوركم؟ حلو يعني، بنحس براحة. أنا شفت الفيديو اللي بعتلنا يا أبو الوليد على الخاص، ما شاء الله يعني الأصوات يبدو في الكويت حريصين على إنهم بليالي رمضان المباركة يكونوا جايبين مجموعة من الناس اللي بالفعل بتميزوا ب حالات الصوت والأداء المميز، فالواحد بيجمع ما بين قضيتين، ما بين إنه هو عم بيتعبد وبنفس الوقت يعني عم بيتفكر. ما شاء الله، نوجه له تحية، الله يحفظه يا رب، الله يحفظه. أنت يعني قبل صلاة العشاء بنص ساعة، ساعة إلا ربع، بتحصلك مكان برا بالشارع إذا حصلت. يا سلام، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، الله يبارك يا رب. أبو الوليد أنا كنت بدي أسألك برضو سؤال عن رمضان، بعدين نرجع للتفاصيل الأكل والشرب اللي محضرينك إياها المنات. أبو الوليد قبل سنتين كان الآن في مثل هذه الأيام هو داخل مرحلة الغيبوبة في كورونا على ما أذكر. بعد سنتين الآن إيش يعني في هذه الأيام إيش اللي بيخلد أو بيدور في البال؟ وراح نختم بسؤال بنهاية اللقاء إن شاء الله سؤال آخر، خلينا على السؤال الأول. الفرق ما بين سنتين وبين الآن وإيش اللي بيدور في بالك كل رمضان؟ طبعاً هي اللي أول وهي لا ذكرك يعني
يعني تقربك من مشهد النهاية، مشهد الفوز، مشهد لقاء الله عز وجل. نعم. كانت مفاجأة كانت وغير متوقعة، ولكن الله عز وجل تكلم. فهنا أذكر نعمة الله علي وعلى أهلي وأصحابي وأحبابي ومحبية. نعمة الله عز وجل من علينا بالشفاء والزمر، فهذا من فضل الله تعالى. الأمر الآخر يعني أستطيع أن أقول أنني تنبهت بشكل أكبر إلى أن هذه الحياة زائلة، وهذا يجب أن نجمعها به، وأننا خطر الله دائما في الدنيا بل رعاة الآخرة. جميل. فأظن من يتبه لهذه الكرامة ويعيش معها، بمعنى أن لا يحدد أمام الكرامة على هذه الكرامة، فبدأ المحاضرة كثيرة لكن الكرامة أصبحت زاهدة في كثير من الأشياء اللي كنت أتعلم بها. أصبحت حريصا على تقديم ما من شأنه أو كل ما من شأنه أن يسجل في موازين أعمالي يوم القيامة. سواء بالأرقام، سواء في التواصل مع الآخرين، سواء بالعبادات في أشكالها المختلفة. ما شاء الله. الله يفتح عليك. يفتح عليك يا أبو الوليد ويحفظك. تفضل. شو أكثر سحور وفطور بتحبوا أنكم تأكلوه أو يعني تفطروا عليه أو تتسحروا عليه؟ بسم الله. والله يا دوب ما في إشي بنحط على الطاولة يضل، يعني كل شيء بنأكل. يا شباب رب الله على ولعبت وراء يعني فنان ما شاء الله في الأكل. بعدين حتى إذا ما كانت مخالفة أدخل من الأكل وخاف منها فبناخذ غصبا عنها مرة. أنا ما تبقى من الفطور عيال مثلا متسحر برضه كرة مسكرات سمبوسة كبة. السلطة هذه أساسيات يوميا طبعا إضافة للمشروبات اللي هي مثلا لبن الحيران أو مرة تمر عصير كمان سفن أصبع شعر مين مع أو برتقال أو غيره. تمام. المهم بدنا نعمل دعايات فكل شيء. احنا طبعا تحياتنا لك ولاخونا ام الوليد، يعني ما شاء الله وصفاتها اللي عم تعملها على السوشيال ميديا شيء جميل ومرتب ما شاء الله. الله يقويها يا رب، ومنها للاقوى ومنها للاعلى. الله يقويها. ومعنا عصوم كمان. لا عصوم ولا اصلا في له سؤال عصوم، بس احنا قلنا حسب ببين ولا. وفي جنى كمان نسلم عليها حتى لو خلف الشاشه عادي. كان بدي يسألوها عن الجلي والطبيخ. السؤال هو ايش اكثر اكلة او تحلاي بتحبوا تاكلوها بعد الافطار؟ الجواب ما تراه. طيب شو اكثر نوع بتحبوا تكون محشية فيه القطايف؟ حتى جاد وإياد نفس الشيء؟ جبنة ولا جوز ولا قشطة؟ أكثر نوع جبنة وجوز. زي إذا الجوز أنا وياك أصدقاء، أنا لعيب جوز، الجبنة أنت قشطة صح؟ ما حدا بحب القشطة؟ يعني القشطة ما حدا بحب قطايف القشطة؟ لا والله غالية عندنا. الله حلاوة الجبن يا عمي برضو. ها انبسطوا الشباب. حسن شامية وسامر أبو سمرة ما شاء الله عليه، أبو سمرة أخوه سامر حبيبنا وأخونا برضو. شباب شوام حلاوة الشامية أو الجبنة شو هي اسمها؟ حلاوة الجبن. أنا آسف خلطنا مي بزيت. الله الله بسم الله ما شاء الله علي يا جناوي. يلا بابا جنى معكم تفضلوا. كانتوا حاضرين أسئلة لها سلموا عليها. كيف حالك جنى؟ رمضان كريم. كيفك؟ الحمد لله. كيفك؟ اشتقنا لكم كثير من زمان ما شفناكم. كيف رمضان معك؟ الحمد لله والله حلو. محضرين لك كم سؤال؟ ان
يلا تفضلي يا لينيا. هل تتعبي لما تدرسي يعني تروحي على المدرسه وانت صايمه؟ هلا اول ايام رمضان كنت اتعب بس هلا لا متعوده فطرت سهل. ايش كان السؤال الثاني بنفس السؤال؟ انه اذا كنت تتعبي كنت تجوعي اكثر ولا بتعطشي اكثر؟ الله العطش. عم ابو الوليد بيقول لك عادي بجوع بعطش الاثنين مع بعض ما عنده مشكله. انا عندي طيب سؤال. يلا يا جوان. شو حضره فيديوهات جديده لقناتك على اليوتيوب؟ ايوه هذا السر. ما فيش ولا شيء بجانبي لا والله بجانبي. بقدر احكي شيء واحد انه ان شاء الله في فيديو واحد راح احكي عنه اللي هو راح نسوي حلو لرمضان. الله عليكي. الله عليكي. هذا الحلو. يعني انت حتعملي الحلو للحلو. نعم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جناوي انا حسألك هلا سؤال. هل جنى وصلت لمرحله انها توقف مع ماما في المطبخ وتشيل عنها بعض الاشغال؟ وصلت لهالمرحله بس في ايام بكون راجع من المدرسه تعبانه كل ما عم بطبخ. اها على طول يعني بنام. يلا الله يقويك. الله يقويك. الله يقويك يا زلمه. ساعد رقم واحد انا في البيت ماما بالاكل. بالتدرج يعني بعد. هلا اذا اياد استغرب تتفرج فيه كيف طلع عليك معقول؟ لا يعني مش انت طول بالك حج. الله يستر عليك يا اياد. بس هو اجبارا انا بقول طلاب المدارس الله يعينهم حقيقه لانه حتى لو تخفض تخفض الدواء شوي تخفض يعني الا انه فكره الدوام نفسه على الامانه هي مشكله. نعم المدرسه مستويين يعني شلون يعني هو نفس الجهد اللي بيبذلوه في الايام العاديه تطلع درجه طبعا طابور وما شابه فكان متعب. مين عندها سؤال؟ انا. تفضلي يا ليليان سؤالك. لمين؟ لعم خالد. علي صوتك تفضلي. مين اكثر حدا بيكون وهو صايم تعبان وبيصير يعني يحكي انه هو ما بده يعمل اشي بحجة انه انا صايم وتعبان ما بدي اعمل اشي؟ يعني مش مريض لا تقنع ايه شيلك جاهزة يا احذر هاي الثلاثة جنبك. لا شوف ابو الوليد حسب التأشير اللي بصير ولا حسب التوقع؟ حسب التوقع. كل بأشر يا ابو الوليد ما شاء الله. طب اسمعوا غمضوا كلكم غمضوا انتوا الاربعة غمضوا. لحظة ابو الوليد غمضوا انتوا الرباعي غمضوا ما شاء الله. يلا كل واحد يأشر على اللي بتوقع انه هو دائما هيك بكون تعبان ما بده يشتغل. 1 2 3 اشروا. اوبا اياد لا 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 فتحوا صحيح. الله يا اياد لو اني مكانك شو بتعرف شو بقول لهم؟ والله ماني صائم. ايوه كفو. لا بس انت مفطر هلا. لا يا دي حرام يعني بحب الاكل تعب من الطالع. انا بدي انا يا ريت العب كره. فبلش من الرياضه برافو عليك برافو عليك. رياضي قريبا يعني ورياضي كمان بتدرب بنادي رياضي كمان ما شاء الله عليك. انا وجد بنتدرب في نادي المطبخ العالمي معروف نادي رياضي كبير هذا. هذا نادي التنصيح عشان واحد كيف يصير ناصح وجميل. صحيح. نادي المطبخ العالمي. الله يسعدكم. احكي لي. انا صح هو اياد صحيح. يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا اياد بتصير عالمي ويضرب فيك المثل بإذن الله تعالى. عندكم ضل أسئلة يا حلوين؟ لا لا. عمو خالد إحنا سعيدين بوجودكم معنا. بدنا نختم بكلمة بتحب توجهها للناس اللي بتابعونا يعني شيء عن رمضان الكريم نختم في هذا اللقاء. ممتاز. أنا حكيت بعض الفواصل الجميلة الحقيقة. رمضان فرصة ذهبية حقيقة ولتعديل سلوك كل واحد فينا. رمضان فرصة
للتغيير انه الله لا يغير حتى يغير موقفهم لمراجعة حسابات الساقطة العصومية عصومي من فاتت من الحياة. السلام عليكم. عصوم يا هلا عصوم. حيا الله حيا الله مليانة. ايش يا حبيب؟ هلا والله. ما احنا قطعنا ابو الوليد بس بالله سؤال ايش افطرت اليوم؟ افطرت اليوم؟ نزلت بطاطا. شو هو؟ نزلت بطاطا نازلة الكلام. كيف هاي اللي منزلت البطاطا بتكون؟ هي بتكون يعني فوق. والله ما بعرف. هي طبيخ هي طبيخ. بطاطا مع لحمة معاها بتكون أدحة ثوم وأشياء أخرى والله ما بعرف من أول إشي كذا. والله يا أبو الوليد والله إنك فنان بالوصف ما شاء الله عليك صراحة. لا عصوم طبعا عصوم عصوم. اول يوم رمضان تابعنا السنابات شو افطرت للي ما شافوهم اول يوم مقلوب معروف حتى لو مش متذكر لازم مقلوب ما في هاي مفروغ منها ها ترى مقلوب حتى سنجحكم مقلوب ان شاء الله اذا الله احيانا الله يا رب يحفظك يا عصام ويبارك فيك سعدنا فيك برضو ابو الوليد نعود لك في المايكروفون وانا عليكم احنا لكن بقول هي فرصه ذهبيه للتغيير التغيير ممتاز جدا لتواصل العائله مع بعض العائله الصغيره في البيت والعائله الاكبر والاكبر والاكبر فالجيران فالاصحاب فالاحباب فرصه جدا مهمه حقيقه و بامكانك في هذا تبدا الشهر شخصيه وتنتهي اخرى ايجابيه ومميزه وترى الفرق بعد ذلك يعني أن تكون من شاء الله تعالى نصد جميعا من عتقاء هذا الشهر. أن نكون بإذن الله تعالى ممن يعني غسل الكثير من أقول السلوكيات والأثار السلبية في هذا الشهر المبارك. أن نكون ممن بدأ صفحة جديدة في حياته بطريقة تفكيره بطريقة إدارة علاقاته مع الآخرين. هذا مع التأكيد على العبادات والطقوس العبادية التي نعيشها دائما في رمضان. فهو فرصه للتغيير بطايفه الراحه وجزء من التغيير انك خلص بطايفه لا ابو الوليد بدنا جزء من التغيير الوزن نضبطه برمضان في ناس تفتح معاهم ولكن الله عز وجل يمنعنا عن اصحاب المفسده المفاسد بضحك على الصوم على الصوم بضحك ليش؟ ليش عصوم انت تضحك؟ عصوم يندرج تحت فن المفسدون مش في الارض، المفسدون في الصحه، عرفت كيف؟ لانه يعني انت بتقول شمعه ما بتاكل السحر موت او خبر ولا بس بيجيب لك بس خفيف شاورما مثلا عائلي خلص خرب لك كل الدنيا او بيحصل على نسبه الزيوت في الاكل تبعها 3% خلص روح برافو عليك برافو عليك نازل طبعا دائما بنزل هذا نازل مع المنزل واضحه كل ما في منزل في نازل الله يكرمكم ويبارك فيكم سعدنا معكم في هذه الأمسية الطيبة معك يا أبو الوليد ومع الطيبين المعتصم وجنى وجاد وإياد وسلامنا لبقية العائلة كانوا بدهم يسألوا عن سند وكيف عم بيشاغب في رمضان وشو بيعمل بياكل قدامكم هذا السؤال الأخير اللي حنختم فيه يلا تفضلوا يا بنوتات سؤالكم كيف بيكون شعوركم لما سند يكون ياكل قدامكم وانتوا صايمين زي ما بصير معنا مع السيد فارس بحقتك عليه يعني لانه بياكل وبيشرب حليب. انت صايم. وبصير بنقول له اللهم اني صايم وصايم وبشرب. اللهم اني صايم صايم بياكل موزه مثلا. بس. عنده برنامج الحمد لله يومي في الاكل والشرب. يعني ان شاء الله بيلاحظ ابوه اهتم ابوه بالاكل. هذا الصيام عنده لحد ما يصحى من النوم. وطول ما نايم صايم، طول ما صحي خلص انتهى الموضوع. ولو كان صاحي بنام بكير كان يجهز حول الاكل كله. فانا نايم بكير لو حمل الساعه 6 الصبح ولو كان طلع معنا. الله يكرمكم يا رب يبارك فيكم تحياتنا لكم ولاختنا ام الوليد واكيد لوليد ونور كمان ولكل الاحباب والاصحاب عندكم في الكويت. شكرا لمشاركتكم الطيبه معنا وان شاء الله نراكم في سهرات قادمه باذن الله.
نشكرك يا أبا الوليد ونشكر الأحباب من حولك. ربي يبارك فيكم، شكرا جزيلا. الله معكم. الله معكم. الله معكم. خلونا نشوف البسمة بدنا الكل فرحة. شركة تلال عمان العقارية تقدم لكم مشروع أراضي حوارة بأسعار رائعة وتسهيلات مريحة. موقع مميز يبعد عن شارع المطار 5 دقائق ويتبع لأراضي جنوب عمان. شركة تلال عمان العقارية تقدم لكم مشروع أراضي السنديان بإطلالة خلابة وموقع فريد. موقع مميز في منطقة أم الدنانير بالقرب من منتجع السنديان السياحي، وتتبع لأراضي شمال عمان. قوشان مستقل، تنظيم سكني ريفي، جميع الخدمات متوفرة. يبدأ السعر ب30 دينار للمتر المربع، مساحة القطعة 2 دنم. شركة تلال عمان العقارية، فرص استثمارية حقيقية. للتواصل والاستفسار 079-777-83-86. خلونا نشوف البسمة بدنا الكل فرحة. يا هلا فيكم من جديد، ومرة أخرى عدنا لكم في هذه السحرة الرمضانية الجميلة. طبعا إحنا كل ليلة حيكون معنا 5 فائزين. شو حيفوزوا؟ ب$50 مقدمة من شركة عمان تلال. شركة تلال عمان العقارية. كفك، شكرا لإلك. شركة تلال عمان العقارية راح يقدموا لنا في كل ليلة إن شاء الله لخمسة من الفائزين. كيف حنختارهم؟ هذه الحلقة إن شاء الله راح تنزل على صفحتنا على الفيسبوك، تمام؟ هناك فوتوا اكتبوا اي تعليق بدكم اياه، اي تعليق على هذه الحلقة على الفيسبوك، حنسحب منهم 5 لحتى يفوزوا معنا. طبعا انك تعلق اكثر فتفوز اكثر، لا، هو برنامج اللي بعلقوا اكثر النتيجة واحدة، اكثر اقل فقط حيختار من التعليقات. ان شاء الله بداية الحلقة القادمة اول ما نبدأ راح نبدأ بالعد ونختار اول 5 فائزين معنا، والحلقة التي تليها وهكذا. آخر ليلة حيكون لها استثناء حنحكي عنها إن شاء الله، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله معنا يعني نجوم بتحبوهم في عالم السوشيال ميديا، ناس مشاهير، عوائل معروفة من دول مختلفة معنا من خارج الأردن. اليوم تكلمنا مع عمو خالد، شفنا الأجواء في الكويت، راح نروح لمناطق جديدة، مصر، احتمال من العراق، احتمال من السعودية. عم نرتب أمورنا معنا إن شاء الله، حيكون برضو من غزة مجموعة من الناس الحلوين والرائعين اللي حيكون إن شاء الله معنا. ننتظر إحنا دخول فناننا الرائع مراد شريف لحتى إن شاء الله يكون موجود معنا ونسمع منه. إجوان وليليان، أنشدتوا أنتوا لرمضان أناشيد صح؟ زي إيش؟ صلنا القيام. حافظينها؟ لبس حراتي. بدنا نسمع من كل واحدة منكم مقطع لعبين ما يوصل عمو مراد. من كل واحدة مين بدها تبدأ؟ لا تنتين مع بعض. صلنا القيام. بدكم صمنا وصلينا القيام؟ هي قديمة، أغنية قديمة بس بتحبوها؟ هي أكتر أغنية بتحبوها لألكم لرمضان؟ يس. كنتوا قديش شباب أعماركم؟ 7؟ لا أكتر صح؟ بتتذكروا في جزئية كانت مهمة بهذا الكليب بالذات، إيش؟ شو كانت أجواءه لما صورنا؟ كنا عاملين مكان برد. مش الطقس بابا، الجو العام في الدنيا، ليش ما رحنا صورناه؟ كورونا. إيش؟ كورونا. يا عيني عليك يا لولو، كانت الدنيا كورونا وكانت الدنيا حظر وما حد عم بيتحرك من بيته، وتم تصويره بنسبة يعني 90% منه من المنزل، وحتى المقطع الوحيد اللي فيه صلاة من وين جبناه؟ من فيديو كليب. السنوات الماضية كل فيديو كليب بيردد نفس المقطع. طيب جاهزين لإله؟ نبدأ فيه نسمع منكم؟ يلا 1 2 3. صمنا وصلينا القيام ورتلنا أحسن كلام، يا محلى هذه الأيام رمضان يا حبيب. صمنا وصلينا القيام ورتلنا أحسن كلام، يا محلى هذه الأيام رمضان يا حبيب. رمضان 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 رمضان، سحرنا من قبل الفجر شي خفيف مع لبن وتم. سحرنا من قبل الفجر شي خفيف مع لبن ودم. لبن وتم. كلنا بدأنا الصيام على صوت الله أكبر. كلنا بدأنا الصيام على صوت الله أكبر.
صمنا وصلينا القيام ورتلنا أحسن كلام يا محلاها هالأيام رمضان يا حبيبي. برافو. الله يا رب يحفظكم يا بابا ويحفظ رمضان. جاهز معانا مراد يا شباب؟ هل هو جاهز الآن؟ أظن صار داخل على البرنامج بس منتظر القبول. مخرجنا الحبيب محمد عزام موجود؟ نستقبله؟ يلا تفضل. أهلا هلا ورحب. هلا ورحب. هلا فارس كيف الحال؟ يا مراد يا شريف يلي بفنك لطيف بدنا نشوفك يا حبيب. شابك معانا صوت صورة ولا بس صوت انت؟ لا صوت هسه شابك صورة. انا طالع من الشغل. طالع بايه يا عم انت؟ طالع نازل مش مشكلتنا هسه طالع نازل. احنا مهم نشوفك يا ابو شريف. احنا مشتاقين للطلة البهية. لا الله يسعدك كل عام وانتم بخير. واضحة الصورة؟ لسه عد الخمسة اشوف. 1 2 3 4 5. لا الخمسة تعيتك سريعة كثير. احنا ممكن نعدها واحد. لعبة ما تشوف الصورة. طمني عنك يا غالي. الحمد لله. الله يا هلا ورحب. اسمع مراد بعينك الله اطعج التليفون بالعكس عشان نشوفك. لا مش تلف انت اشوف ولا هيك تمام. طالع نص صورة او انت ارجع شوي لورا عشان تبين اكثر لانه انت ماخذنا بالطول. اي ايوه تمام بالعرض هيك تمام بينت 100 100 100 100. هلا بالحبيب مساك الله بالخير. مبارك عليك الشهر يا حبيب. الحمد لله. انت كيفك؟ الله يسعدكم يا رب. الله يسعدك ابو فارس. الحمد لله كلنا بخير ونعم وفضل من الله. رمضان كريم علينا وعليك. الله يسعدك. الله يسعدكم. كيفك ابو فارس؟ مشتاق لك يا حبيبي. مشتاق لك اكيد. اكلت قطايف اليوم ولا لسه؟ اعطيني كلينكس لو سمحتي. بابا اكلت قطايف. شو اللوكيشن؟ عيونك عيونك. الله يسعدك. الله يرضى عليك ابو شريف. ابو شريف انا عارف ان انت عندك ارتباط بعد 5 دقائق بدنا. نعم يعني عرفت على 10 وثلث. كم الساعه الان؟ احنا بتوقيتنا سيدي 10 و11 دقيقة بالضبط نفس التوقيت. اذا يعني معنا 9 دقائق. طيب بدنا اول شيء تسمعنا شيء لرمضان. احنا جايين ننبسط ونسمع. تفضل رمضان معك سمعنا. يلا من عيوني. رمضان تجلى وابتسم الطبى للعبد إذا اغتنم. رمضان تجلى وابتسم الطبى للعبد إذا اغتنم. رمضان مولاه بمن التزم طوبى للنفس بتقواها. رمضان زمان الأفراح. يا سلام. منار الإصلاح. رمضان زمان الأفراح. رمضان منار الإصلاح. رمضان منار الإصلاح. يزهو بالروح لمولاها. الله عليك. عاش الصوت. عاش الصوت. عاش الصوت. عاش الصوت. الله يقويك يا أبو شريف. بتداوم برمضان في المدرسة؟ حلوة. الله يسعدك يا حبيبي. هذا سيدي بالاستوديو عند اخوك وصديقك محمد عزام. شيء جميل جدا ما شاء الله. جميل جدا. وانت معنا الان على الهواء مباشره يا حبيب الشعب. حبيبي. والمتابعين يعني يشاهدوك ويسمعوك الان. واكيد احنا فرحانين بوجودك معنا. ومن قبل كان معنا حبيبنا واخونا ابو الوليد. وان شاء الله في الايام القادمه حيشرفنا برضه براء العويد باذن الله. ما شاء الله. يلا كل عام كل عام وهم جميعا بخير. وانت بخير. الله يسعدك يا ابو شريف. كلمة لمتابعينك في رمضان اللي عم بيتابعوك الآن وبيشاهدوك. أولا لمتابعين الحلوين ولألكم طبعا. أول شيء شكرا على هالدعوة الحلوة يا أبو فارس. يعني دائما أنت راعي الأول زي ما بيقولوها. الله يسعدك يا أبو شريف. الله من أصحاب الواجب والناس الطيبين اللي أنا بشهد لهم وسعيد بمعرفتهم في حياتي بغض النظر عن
طيور الجنة، عن القناة، عن أي شيء. أنت كشخص أنا جدا بحترمك وبحب هالطبع فيك. الله يحفظك. أطى ذريتك ومن الصالحين أيضا. كل عام وأحلى متابعين بألف ألف ألف خير. كل عام وأمتنا بخير وإن شاء الله إلى الله أقرب. كثير متمني هيك أجتمع فيكم كثيرا، بس الحياة كلها تلاهي ومشاغل، فيسامحوني على الانقطاع البسيط اللي بمر فيه على السوشيال ميديا، ولكن بحب أحكي لهم من منارتكم من هون كل عام وهم جميعا جميعا بألف ألف خير، ويا رب ينعاد علينا وعليكم أعوام مديدة يا رب، وتكون مليئة بالخيرات والتفاؤل والحب. يعني بحب أن الحياة متفائلة دائما، إحنا ونكون هيك دائما متفائلين إنه الحياة دائما للأفضل رايحة. فإن شاء الله علينا وعومتنا جميعا، وربنا يعوض على كل الناس اللي مروا بالكوارث وبالزلازل وبالأشياء هاي، وإن شاء الله يكون رمضان هيك شهر خير عليهم أيضا، ويشجع الناس برضو إنه تستمر بدعمهم إن شاء الله. وإن شاء الله هيك رمضان الجاي، على قولة أبو الوليد دائما بالأناشيد، إن شاء الله رمضان الجاي نصلي بالأقصى يعني صلاة العيد. إن شاء الله، اللهم آمين، نسأل الله أن يكتب لنا ذلك يا أبو شريف، نسأل الله ذلك يا رب، يجمعنا احنا وياك وكل المحبين في ساحات المسجد الاقصى. نشكرك يا حبيبي لمشاركتك وظهورك معنا، ونشكرك اللي اعطيتنا من وقتك. نشوفك على خير، وسلامنا للكتاكيت الصغار اللي عندك ووصلنا اياهم. الله يسعدك، شكرا. تسلم يا ابو ادم، تسلم. يوصل ان شاء الله، يرضى عليك. الله يحفظك وقدوم. الله يحفظك يا حبيبي، الله يحفظك. يلا قريبا بنزورك ان شاء الله بعد. حياك الله عزيزي، حياك الله جاهز حبيبي. يلا يعطيك ألف عافية. الله معك، الله معك، الله يرضى عليك، الله يسعدك يا رب. كيف السهرة؟ حلوة كتير. نعيدها الثلاثاء الجاي؟ إن شاء الله بنستناكم، ننتظركم الثلاثاء الجاي، حتعرفوا إن شاء الله مين ضيفنا ومين جاي معانا قبل بكم من يوم. لولو السهرة كتير حلوة. نعستي يا بابا؟ ها؟ والله بين نعستي. آه لا لسه رمضان بابا. لا هو ليش أنا. ليش نعستي؟ احكي لي ليش نعستي. لأنه مبارح الساعة 11. أي ساعة؟ 11. بابا هسه الساعة 10 وربع أصلاً، فأنا 11 مش ضايل هالشي كتير، نوصل البيت ولا هي 11. صح. الأسبوع القادم إن شاء الله هم عالية بإذن الله. إن شاء الله. كلمة من ليليان للمتابعين في ختام هذه الحلقة. إحنا كتير بنشكركم إنكم ضليتوا معنا لهاي اللحظة، وإن شاء الله بتستمتعوا معنا بالسهرات الجاي، وإن شاء الله إنكم تكونوا من الفائزين وتربحوا معنا. جوجو. رمضان كريم، رمضان مبارك، دائما ان شاء الله تكون ايامكم كلها ايامكم كلها فرح وسعاده، بتكون دائما للاعلى ان شاء الله يا رب. الله يرضى عليكم، وانتم كمتابعين بنشكركم لوجودكم معنا حتى هذه اللحظه، همتكم في الطاعات والعبادات في هذه الايام، لا تنسونا من صالح دعواتكم. نشوفكم على خير ان شاء الله. تحيه لكل من سهر معنا حتى هذه اللحظه، الشباب خلف الكاميرات والحبيبنا واخونا مخرجنا محمد عزام، ولكل المشاهدين ولضيوفنا الكرام اللي شرفونا في هذه الليله. حلقة قادمة الثلاثاء القادم الساعة 9:30، انتظرونا. السلام عليكم.